الا ما عندكش هاد لاباراي اخويا ولا اختي بلا ما تشري شي طوموبيل لا حيت والله حتى غادي غير تقولب. اجيو تشوفوا معايا الخوت علاش ضروري خاصها تكون عندكم هاد لاباراي قبل ما تشريو طوموبيله وما تحتاجوش اصلا ميكانيكي يمشي معاكم. اول حاجه خاصك دير اخويا ولا اختي هو تبرونشي هاد لاباراي مع الطوموبيله وديماري الطوموبيله. واغلبيه الطوموبيلات الخوت راه عندهم هاد الفيش تحت من الكيدون. انا هنايا فين عندي الفيش ها هو كما كتشوفوا صافي كتخشيه ها هو. خاصك دابا ديماري الطوموبيله داكشي اللي غنديرو. بسم الله كديماريها صافي كيطلع لك ها هو غيبدا يسكاني. دابا ها نتوما كما كتشوفوا طلع لي زيرو كود يعني ما كاين حتى شي كود ولا شي مشكل في الطوموبيله. وفي هذه الاوبشن هذه كتعرف الفين نمبر الخوت ديال الطوموبيله ديالك لحيت كاينين شي وحدين كيزوروا الارقام ديال الطوموبيله. كتدخل هنايا ها هي كدير انتر هاي فيكو اي دي ها طلع لنا الفين نمبر الخوت ديال الطوموبيله كتعرف واش مبدل لها النمره ولا لا. ملي كتجي لقدام ديال الطوموبيله كتلقى ديك النمره اللي لقيتي في لاباراي هي اللي مكتوبه هنايا ها هي. دايره غير 10 دولار اللي هي 100 درهم مغربيه وغتنفعك بزاف خصوصا الخوت راكم عارفين كاينين واحد النصابه اللي كيكون عنده شي مشكل في الطوموبيله كيحاول يحيدها عليه وباش يحيدها عليه كيحاول يحيد دوك البولات ديال دوك الكودات اللي كيشعلوا في الطوموبيله ولا كيحاول يطفيهم. يعني راه ساهل باش تطفيهم تقدر تحيد غير الباتري وتعاود تركبه كيتحيدوا دوك البولات ولا كيعاودوا يحرقوا دوك البولات عاوتاني وما كيطلع لك حتى لا كودات الاول. ضروري الا طلع لكم شي كود تعرفوه ديالاش لا حيت يقدر يطلع لكم شي كود ديال البواطا فيتيس وغيكون عندكم مشكل كبير وغادي تقولب. يلا الخوت كنتمنى يكون عجبكم الفيديو وعجبكم ما تنساوش ديروا بارطاج ولايك الخوت باش كلشي يستافد من هذا الفيديو هذا ونشوفكم في شي فيديو اخر ان شاء الله. تهلاو في راسكم.